برنامج الأسرة والمرأة احنا معكم حتى ل 12 ان شاء الله، وكيف كل يوم خميس كنتكلموا معك لله على عدة مواضيع اللي كتهم التغذية والصحة، اللي كتهم الحمية، اللي كتهم الوزن، اللي كتهم العادات الغذائية ديالنا. فمرحبا بكم فين ما كنتوا كتتابعونا على راديو أصوات وبرنامجكم برنامج المرأة والأسرة. احنا الآن مباشرة على راديو أصوات. صباح النور دكتورة. صباح النور سناء. صباح النور مستمعي الكرام. مرحبا بكم. لاباس عليك؟ توحشتكم. حتى حنا. سيمانه كطوال. مرحبا بك معنا مره اخرى. كنشوفوا هاد الموجة الحراره اللي شهدتها بلادنا واللي يعني كتنظرنا كانذار ربما المستويات ديال الحراره المرتفعه اللي ممكن نعيشوها خلال فصل الصيف اللي ان شاء الله هو غادي يبدا في 21 من شهر 6 رسميا، ولكن دابا الحر والصيف راه بدا بكري هاد العام. شنو اهم النصائح فيما يخص التغذيه والصحه؟ لاش خاصنا نردوا البال؟ اللي خصنا نردوا ليه البال فهاد مع هاد الموجه ديال الحراره هو الماء. وانا غادي نركز على الدراري الصغار، وغادي نركز على الشيوخ. يعني الناس الكبار غالبا ما كيردوش البال الماء وكينساو الماء. اذا من الواجب ديالنا اننا نتفكروا هاد النقطه، واننا ما نساوهمش من شرب الماء. خصهم على الاقل واحد يطرو ولا يطرونس ديال الماء في اليوم اللي خصو يتشرب. غادي ننبه على واحد المساله اللي كتكون عند الناس الكبار، الناس ما كيعرفوهاش، هي كيفاش يعرفوا بانه نشفوا من الماء. كيمشيو لهاد المنطقه ديال ما بين العنق والكتف، وكي يقرصوا البشره ديالو ديال الرجل المسن ولا السيده المسنه او الطفل الصغير. كيمشيو لهاد المنطقه ديال لاباز ديال العنق وكيقرصوا الجلده. الا هي تحلات دغيا فما كاينش مشكل ديال لا ديزيدغاتاسيون، ما كاينش مشكل ديال النشوفيه، ولا بقات مكمشه بحال شي توب مكمش، هنا خصنا نردوا البال ونعرفوا بان راه كاين مشكل ديال لا ديزيدغاتاسيون اللي صافي ولا معانا. وخصنا دائما نديو عند الطبيب باش عاد ربما بعد نوبات يقدروا يحتاجوا حتى شي سيروم اللي غادي يقدر يرجع لهم داك الماء ويرطب لهم الجسم ديالهم. هنا غير بغيت ننبه على الناس الكبار وعلى الدراري الصغار. وبالنسبه للاشخاص الاخرين خصهم ياخذوا واحد جوج لتر الماء، لان مع هاد موجات الحراره غنحتاجوا الماء بزاف. لا البشره ديالنا، لا الاعضاء ديالنا، لا الشعر، لا الاظافر، لا اي حاجه كتمشى عندنا في الجسم الا ومحتاجها. ونردوا البال من الفواكه الموسميه خاصه بالنسبه للدراري الصغار. شي فاكهه اللي حنا عارفين بان ماشي هذه هي وقتها نتفادى ونعطيوها لوليداتنا الصغار حتى توصل الموسم ديالها، عاد نعطيوها لهم ونعطيوها لهم بشويه بالعقل. ماشي عندك لاله شي سؤال كيخص التغذيه والصحه، الحميه، العادات الغذائيه؟ مرحبا بك مباشرة على رقم الاستوديو 0522 77 24 24. ملي كتبدا ترتفع درجات الحرارة كثير من السيدات الدكتورة سناء العناني كيبداو يعانيو من لا ريتونسيون دو أو الاحتباس ديال الماء في الجسم ديالهم، وبالتالي كثير من السيدات اللي كتولي كتعاني من انتفاخ على مستوى البطن، على مستوى الأرداف، على مستوى الفخذين، على مستوى القدم، على مستوى الساقين. وكثير من السيدات اللي كتولي أول حاجة أو أول عرض كتعاني منه وكتشكى به هي الحريق ديال الرجلين، وكنحسوا بالرجلين بحال كيتقالوا. وهذا الشيء عنده علاقة مباشرة سبحان الله العظيم بارتفاع درجة الحرارة. في هذه الحالة يا ريت اليوم نتكلموا معك على الاحتباس ديال الماء في الجسم، شنو الأسباب ديالو، ربما شنو هي الأعراض أو المشاكل الصحية اللي كيكون كيخفي، فبالتالي كيفاش نتعاملوا السيدة اللي كان عندها هاد الأعراض أو كتجيها كل عام من كيقرب هاد من كتجي هاد الحرارة شنو خاصها تدير؟ بعد النوبات كيكون هاد الاحتباس ديال الماء عنده علاقة بمرض يا إما الكبد يا إما القلب يا إما الكلي. كيقدر يكون عندنا هذاك الانتفاخ خاصة بالنسبة للرجلين، كيوليو بحال شي بوطويات هكا كتحسي بهم هكا كيعراضو حتى من حتى الرقم ديال النمرة ديال الصباط الرجلين كتقدر تكبر. هذه حالة خاصة. وكاين النساء اللي مثلا في الوقيتة ديال الفترة ديالهم العادة الشهرية كيقدر يوقع لهم هذا المشكل، أو
منين تيكون الافراط يا اما في الملح يا اما في السكر. حتى في هذه الحالات كيقدر يكون هذا المشكل ديال احتباس الماء. النصيحه اللي غادي ننصحهم اولا يشربوا الماء بطريقه ذكيه. الماء ما كنجيوش حيت بعد نوبه الانسان تيعطش كيجي واقف وكيبقى كيقرقر في ذاك الماء بلا ما تيشعر. هذا طريقه خاطئه لشرب الماء. الماء كنشربوه جالسين، كنشربوه جغيمات صغار، وكنشربوه على راس الساعه. داك يترونس ولا جوج يترو اللي كنتكلم عليه راه كاين شي واحد اللي غادي يقدر في نص نهار غادي يدرج داك يترونس ولا جوج يترو، ما غاديش يستافد منهم الانسجه كاملين، فهو كيدوز غير عبر المسالك البوليه وكيدوز. اللي كنستافدوا منه هو اللي كنشربوه بهذه الطريقه. اللي خص ايضا انه نقوم بواحد التمارين رياضيه بسيطه وسهله جدا. الناس اللي كيكون عندهم هذا المشكل ديال لاغيتونسون دو ولا الاحتباس ديال الماء ولا هذا الانتفاخ ديال بعد نوبات غالبا ما كنلقاو حدا الكعبه ديال الرجلين واحد ثلث ساعه يوميا كيمشيو كيلصقوا في الحيط وكيهزوا رجليهم كيكونوا بحال مسطرين رجليهم مع الحيط كيعاونوا داك الدوره الدمويه انها الدوره اللمفاويه خاصه انها كيساعدوها انها تمشى احسن. ونقدروا نديروا ايضا لي بان اباسكولات حمامات ديال الرجلين اللي كيكونوا حمام سخون وحمام بارد. يعني مثلا فستل او بانيو نديروا الماء سخون وفستل اخر كنديروا الماء بارد وكنبقاو نغطسوا رجلينا من السخون للبارد. هنا بحال كنديروا واحد المرونه لذاك الاوعيه الدمويه بحال كنديروا لهم مساج ولا واحد الحركات رياضيه اللي كيقوم لها هما كيبقاو كيتحلوا. شحال الوقت؟ واحد ثلث ساعة مزيانة. لا شحال الوقت ما بين في كل خمسة دقائق خمسة دقائق حنا كنغطسوا بخمسة دقائق خمسة دقائق. والما خصو يوصل حتى لفين حتى لحداش؟ إلا فات غير الكعبة شوية مزيان. المهم الرجل كلها تكون مغطوسة في هذاك الماء. نعم يعني هنايا هذه التقنية خمسة دقائق خمسة دقائق أربعة المرات هي ثلث ساعة في المجموع. هادشي اللي كاين. الما خصو يكون سخون ولا غير دافي؟ شويه مايل للسخونيه يعني. نعم. خص يكون داك الفرق في درجه الحراره. والماء خصو يكون متلج ماشي متلج كاع ولكني بارد. نعم المهم تكون فرق في درجه الحراره ما بين داك الحمام البارد والحمام. اذا هذه كتنقص داك النفاخ ديال القدام وديال الرجلين تماما وكتنشط الدوره الدمويه. واللي خصنا نفهموا ان خاصه السيدات الوقفه بزاف الشقه في الكوزينه او القعد بزاف دابا الحاجه اللي غنديرها واقفه نديرها جالسه ما نديرش ما بقاش داك الوقفه كله الثقل كيهبط لتحت وما كيكونش الدوره الدمويه ما كنساعدوهاش في المشي. اذا هنا راه واخا السيده كتحسب لها راسها راها خدمات ولكن خدمات واقفه ستاسيوني بقات واقفه في بلاصه وحده عليها الدم بقى راكد ما تمشاش. اذا واخا تكون جالسه مثلا كتشقى تقوم بواحد العمليات رياضيه للرجلين غير طويهم وتسرحهم هي خدامه بيديها ورجليها تتلعب بهم. ومنين كنساليو الشغال سالينا النهار ديالنا سالينا المشاغل ديالنا الا غادي نتكاو نحاولوا نديروا واحد المخده عند المستوى ديال الرجلين اللي غنهزوا فيها الرجلين تكون عاليه شويه عاليه على الظهر باش كنساعدوا الدم انه كيرجع زعما بسهوله. هادو اذا الناس اللي والسيدات اللي كيعانيوا من مشكل احتباس الماء. هاد نصائح ايضا جاري بها العمل بالنسبه للحالات ديال النساء او حتى الرجال اللي عندهم مشكل ديال الدوالي مشكل طبعا ديال دوك العروقه اللي كيكونوا متنضبين في القدام في الفخذين في الساقين. هذه ان شاء الله غادي تلقاو عليها الراحه. غادي نرجعوا نتكلموا على احتباس الماء في الجسم والعلاقة ديالو المباشرة بالقسط أو القدر ديال الملح والقدر ديال السكر اللي كيستهلك الإنسان كل يوم. ولكن قبل غادي ناخذوا المكالمات ديالكم على رقم الاستوديو المباشر 05 22 77 24 24. انتم ايضا كتابعونا عبر لايف جديد على الصفحه الرسميه ديالي سناء الزعيم اصوات. وحنايا كذلك بغينا نقراو اسئلتكم وتعليقاتكم مستمعتنا الكريمات. تحيه طيبه لكم. شحال ديال الملحه شحال ديال السكر اللي خاص ياكل الانسان اللي عنده هذا المشكل هذا ديال الاحتباس ديال الماء في الذات او لا ريتونسيون دو؟
بالنسبه للملحه نحاولوا بعدا ما نفوتوش ما نزيدوش الملحه في الطبله، يعني ملي نكونوا جالسين في الطبله راه داك الملحه اللي كنزيدو نقدروا نملحوا بها طنجره وحنا ما حاسينش. يعني الماكله الا جات مسوسه ما نزيدوش الملحه وحنا كناكلو، لان شويه ديال الملحه مع داك السخونيه كتحل وكتفك وكتقدر تملح لك طنجره، وداك داك نفس القدر تقدر ديريه غير في الطبسيل ديالك وانت ما واعياش. يعني ما نفوتوش واحد 5 غرام في اليوم ما نفوتوهاش بالنسبه للناس. بالنسبه للسكر ايضا نحاولوا خاصه بالنسبه للناس اللي عندهم هذا المشكل ديال الاحتباس، السكر السريع يبعدوا منه اكثر ما يمكن. الحليب ما نحتاجوش نحليوه فهو طبيعيا محلى. تمرضوا البال حتى من الفواكه لان حتى الفواكه كتحتوي على السكر، اذا نحاولوا السكر السريع نبعدوا منه بالمره. ما غاديش نقول 5 غرام ولا غنقول 2 ديال الغرام، نحاولوا ما نزيدوش. بركه السكر اللي كاين في المواد الطبيعيه كيكفي. هذه كلها امور واضحه، وكنعرفوا ايضا على انه كاع ربما الامور اللي هي مصنعه وكتكون لذيذه وبنينه لانه فيها الملح كثيره او سكر كثير، هذه راها كتادي مباشره ياك دكتوره لاحتباس الماء ولهذا المشكل ديال النفخ اللي كيعانيوا منه كثير من الناس. معنا ناديه من مراكش، اهلا بك. السلام عليكم اختي سناء. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتوره بخير. الله يسلمك ناديه، مرحبا. نسولف واحد خويا عنده دابا يلا اكتشف سكر مسكين وصامر مدان واكتشف عنده سكر فايت 3 غرام وطاح زعما الدواء تاع زعما صافي ما بقاش يدينو ضدو في السبيطار، دابا هو باقي في السبيطار. بغيت نشوف زعما اشنو الحمية اللي يمكن يتبع. واخا غير زعما غير يتقاد ليه دابا السكر في السبيطار ولا لا؟ معلوم غادي يتقاد ليه، هذا يلاه اكتشف السكر ما كانش عارف فيه السكر قبل. ما كانش عارف، هو صام رمضان دابا، صام رمضان كامل وهو كان فيه السكر. معليش دابا هذا غير الاول. عندكم السكر في العائله ناديه؟ لا ما عندناش. لا ما عندكمش. هو عنده سمنه؟ لا ضعيف. ضعيف. وشحال في السن ديالو؟ لا شي 25 عام. يقدر يكون عنده النوع الاول ديال مرض السكري اللي كيكون عند مشكل في البنكرياس، اذا خصو الانسولين. ما عرفتش دابا اش من نوع هو، وتا الاطباء ما غيكونوش عارفين، غادي يديروا تجربه في الاول وعاد غادي يقدروا يعرفوا واش هو النوع الاول ولا النوع الثاني، لان باقي السن ديالو صغير وما عندوش علاش يدير مرض السكري ديال النوع الثاني اللي خصو غير الفانيد. تنظن بانه غادي يخصو الانسولين هاد الشاب. اللي خصو يدير هي انه الوجبات ديالو كاملين خصهم يكون فيهم السكر البطيء. شنو معنى السكر البطيء؟ يعني في الصباح خص يكون الخبز ديال الزرع يهرب تماما من الدقيق الابيض، الفورس ما يقربش ليه تي لانه حتى هو كيطلع السكر. بالنسبه للغدا وضروري ما خص يكون عنده يا اما البطاطا ولا تكون عنده الروز ولا يكون عنده لي بات ولا يكون عنده الخبز الكامل ايضا ولا العدس ولا شي حاجه من القطاني، زائد لحوم زائد خضر، ولا بدا واحد الخضره اللي لونها اخضر. ولكن هذا القطاني ولا هاد لي بات ولا هاد البطاطا حتى الطريقه ديال الطياب ديالها مهمه باش ما كيطلعش مؤشر ديال السكر ديالها. يعني بالنسبه للبطاطا ما يفوتش الطياب ديالها ثلث ساعه، ولا بد تكون معها خضره ولا بد تكون معها شي حاجه ديال اللحوم، بيض ولا دجاج ولا حوت ولا اللي كتب الله، المهم يكونوا بروتينات معها باش كيهبط لها داك المؤشر ديال السكر. بالنسبه للي بات مثلا العجائن بصفه عامه يحاول ايضا ياخذهم كاملين، ما ياخذش البيضين، ويحاول ما يطيبهمش بزاف، قد اللي طابوا قد اللي النشا ديالهم كيطلع والمؤشر ديال السكر ديالهم كيطلع. بحال دابا خيزو والباربا يقدر ياخذهم، ولكن بشرط انه ما يطيبهمش، ياكلهم خضرين باش مؤشر السكر ديالهم دائما يخمم في مؤشر السكر يكون اقل نسبه ممكنه. شكرا دكتوره. لا شكرا على واجب، مرحبا. يكون بس عند الاخ ديالك معنا مونيا من الرباط، مرحبا بك على راديو اصوات. السلام عليكم اختي سناء. عليكم السلام ورحمه الله. كي دايره دكتوره؟ لاباس بخير. الله يسلمك لامونيا، مرحبا. الله يبارك فيك، الله يجازيك بالخير. الله يخليك. عندي سؤال على راجلي عنده لي فاريس بزاف في رجليه، وعرفتي كاينين كبارين وكيزرقوا ليه، وعرفتي ولاو كيتنفخوا ليه رجليه ملي كيوقف بزاف، وصراحه ما عمرو دوز عليهم، ما عمرو شاف شي حاجه. بغيت غير نشوف شي حاجه الا كاينه ممكنه زعما اللي يتولاجي شويه. هو خدمته بحكم ديال التصوير وهذا كيبقى واقف ولا كيعيا بزاف، هو تقريبا عنده 33 عام بالضبط.
ولكن دابا هذا الشيء معناته ان كاينه اون اورجونس، كاينه واحد ضروري خصو يمشي يقلب ويدوز، لان خصو دوك لي با دو كونتونسيون، دوك التقاشر اللي تيكونوا كيزيروا العروقه، ولا خصو يديرهم. يقدر يكون العلاج يكون باللازير، يقدر يكون بداك الكليباري اللي كي اللي كي يحيدوا هذا المشكل، ولا بد خصو هما كيتعالجوا دكتوره، وحيت هو كيسمع كيقول لي راه واخا كيمشيو كيعاودوا يرجعوا سكيفي ما مشاش يشوف الطبيب. لا خصو ولا بد يعالجوا، واخا كيرجعوا ما غيرجعوش بنفس الحده، راه خصها تطور ديال سنين عاد كيرجع لهاد الحاله اللي هو دافع فيها اليوم. وهذا وراه وصل للالم، الالم راه من عند الله نعمه كيبين لك بان كاين خلل ما خص الانسان يمشي يعالجه. فهمتي؟ مادام وصل للالم يعني خصو ولا بد يعالج، وديك الساعات غادي ياخذ الاحتياطات ديالو باش ما يجيوش ما يرجعوش ليه دغيا. غادي يكون ياخذ الدويات اللي كيساعدوا الدوره الدمويه، غادي يكون ربما كيدير دي دريناج لنفاتيك، دوك المساجات اللمفاويه اللي غادي يعاونوه. الرياضه في رياضه العوم مفيده جدا، لانك تعاون الانسان كيعاون الدوره اللمفاويه ديالو بداك المساج غير ديال الماء بوحدو، راه تيعاون. وهاد الحركات اللي تكلمت عليهم في الاول صالحين ليه 100% ومزيانين بالنسبه ليه، ديال انه الاختصاص يمشي عند طبيب ديال الاوعيه الدمويه. راه كاين طبيب ديال القلب والشرايين، وكاين طبيب اللي مختص في الاوعيه الدمويه. الاوعيه الدمويه واخا دكتوره الله يجازيك بخير الا قدرتوا تعاودوهم، لان ما سمعتش لابارتي الاولانيه هاد الطريقه اللي يدير. الله يجازيك بخير. انه يلصق في الحيط ويهز رجليه، يكونوا مسطرين مع الحيط واحد ثلث ساعه باش يرجع الدم، فهمتي؟ باش يعاون الدم، انه فوق ما يكون جالس في الليل يهز رجليه ولا بد، باش يعاون عاوتاني الدم باش يرجع. وقلت عاوتاني واحد الحمام ديال الماء بارد وحمام ديال الماء سخون، يكون كيخشي رجليه في البارد وعاود كيخشي رجليه في السخون، 5 دقائق في كل وحده، ومده ديال هاد التمرين واحد ثلث ساعه. الله يجزيك بخير دكتورة، شكرا. مرحبا مونيا، تحية لكم بالرباط اللي كتبوا بها راديو أصوات على الموجة ديالنا 95.7. معنا رشيدة من صويرة، غادي ناخذوها من بعد الفاصل ونواصلوا بأسئلتكم دائما. مرحبا بكم على راديو أصوات مستمعاتنا، مرحبا بكم وبالمزيد من أسئلتكم. معنا رشيدة من صويرة، أهلا بك على راديو أصوات. السلام اختي سنه، كي دايره لاباس؟ عليكم السلام ورحمه الله. كي دايره سنه يعني؟ مرحبا لا رشيده، الله يبارك فيكم، شكرا على الموضوع اللي انا جافقته الصراحه. مرحبا بكل فرح، احنا دائما في الخدمه ونتمنوا بالافاده وكل ما كيهم حياتكم. تفضلي شنو سؤالك رشيده؟ انا كان عندي مشكل، كان رجلي تيحرقوني قبل رمضان. يعني شي عامين هادي، دابا عندي 38 عام في امريكا، رجلي تيحرقوني. فينا بلاصه في رجليك تيحرقوك؟ من تحت، من تحت الركبه. واخا في رمضان ولينا كنشوف التراويح، الحمد لله هاد العام كنشوف التراويح وقفه في الكوزينه، ولي كنتفاخ كينتفخوا ليا رجلي الركبه ديالي في جوج. الركبه اللي كتنتفخ؟ اه كتنتفخ. ماشي الساق؟ لا لا، الركبه والساق. دابا رجعت الساق تيتنفخ. واخا ملي كيتنفخ الساق واش ما كتحسيش به كيقصح؟ لا الالم بدا كنعود نعرج، كنعود في الزنقه كنعرج. ومشيتي دوزتي يا رشيده ولا لا؟ لا المشكل هو ما عرفتش من اختصاص نمشي، انت الطب العام خصو يعطيني غير الدواء ديال البروده ولا شي حاجه، ما بغيت نعرف شنو الاختصاص اللي نمشي ليه. حيت دابا المشكل اللي عندك في الركبه حاجه، واللي عندك في الساق حاجه اخرى. المشكل اللي عندك في الركبه تقدر تمشي عند الطبيب مثلا ديال المفاصل، غادي يعرف، ولا الطبيب ديال العظام والمفاصل ايضا، ولا ديال التهابات المفاصل لو روماتولوج ولا لو تروماتولوج غادي يعرف. ولكن بالنسبه لهذا المشكل اللي عندك في الساق تنظن يقدر يكون عنده مشكل بالعروق. هنا خصك تمشي عند الطبيب ديال القلب والشرايين، او الطبيب المختص في الاوعيه الدمويه. الاوعيه الدمويه ولا القلب والشرايين؟ الشرايين بالنسبه للساق. لا شكرا على واجب رشيده، وما تعطليش عافاك، حيت الا كان العروق كيكون المشكل خصو يتعالج دغيا. رقاق ما عنديش الغلاظ، رقاق تيقول لي الناس راه ماشي مشكل رقاق. لا ماشي العروق اللي باينين على برا، هما اللي غادي اللي الخطر، يقدر يكون الداخل. فهمتي؟ اذا خص واحد التلفازه كدار للعروق هي اللي غادي تبين واش ما كاينش شي مشكل. ودابا انا كنحس الان دوك كنعرض، كانت رجل
الإصرية دابا اليمنية، الإصرية مابقى فيها والو ولكن دابا اليمنية. لا ولا بد خص التلفاز، راه ما يمكنش شي حد غادي يقول لك غير هكا. حتى هاد الناس اللي تبارك الله وسبحان الله العظيم كيوليو طبه فخفة وتيبداو يقولوا العروق الرقاق ما تخافيش منهم. باش عرفوا راه الطبيب بيديه الا مشيتي لعندو الا ما دارش راه ما غاديش يعزم على ظهر يديه، راه خصو يدير التلفازه ديال العروق وعادي يشوف الواقع شنو كاين. ما يقدرش غير بشوفه العين غيقول لك شنو واقع. صافي شكرا. لا شكرا على واجب رشيده. لاباس عليك وخسيري عند الطبيب الله يخليك. امين ان شاء الله. سلامه. ناخذ الان لبنى من زاكوره. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا بك لبنى على راديو اسوات. بارك الله فيك كبيرة أختنا، كبيرة الدكتورة ديالنا. الله يسلمك. الله يسلمك. شكرا لكم بزاف على المجهود ديالكم معنا. شكرا بزاف. شكرا على واجبكم. مرحبا بكم. أنا مستمعة وصلي لغدو أصوات البرنامج ديالكم. مرحبا بك. عندي جوج ديال الأسئلة الله يخليك. مرحبا. الزوج ديالي كيضر رجلي من التحت بحكم زكورة كيكون فيها حرارة بزاف، ما عرفت واش عندها علاقة بالصاد ولا لا. التحت ديال رجليه القدام ديالو من التحت كامل ديال رجلي كيبقاو يحرقوا، المهم كيكون في خدمه النهار كامل العشيه كيجي كيحرقوا رجلي. واش غليظ هو؟ شويه. لا ما غليظش. ورجلي ما تيجيكش واش ما عندوش ديك الخويه ديال الرجل اللي كتكون من التحت ديال الرجل؟ لا واش عنده ديك الخويه ديال الرجل اللي كتكون عند الناس ولا حيت بانه بس كيكونوا رجلين كيكونوا مسرحين بلا؟ لا لا عنده الخويه. عنده الخويه ديال الرجلين كيعجبو ملي كيضروا كيبقى يحك ديك البلاصه. هو شوف خصو ضروري باش يمشي عند الطبيب ديال العظم باش يشوف لا ربما يكون شي التهاب عنده في داك العظم اللي ديال الرجل. شكرا دكتور. لا شكرا على واجب. والسؤال الثاني، عافاك عندي الام ديالي فيها السكر وكتنوض لها صيبانه في رجليها. انا كنت واصلت مع الدكتور عماد وقال لي واحد الوصفه وهي مع الوضوء بزاف كتوضى، يعني الا غير ديك الوصفه الا ما درتهاش غير مره ولا صافي كتعاود بقد يعني بحال حفره ليها بين رجليها. سؤال مهم ما رشيده، بالنسبه لهاد الصيبانه ديال الرجلين راه الانسان ما خصوش يلعب بها ابدا، خاصه بالنسبه للناس اللي مرض الداء السكري. الناس اللي مرض الداء السكري ديما يقلبوا رجليهم باش يقلبوا يشوفوا واش ما كايناش هاد الصيبانه، واش كاينه ولا ما كايناش، لان هادو فطريات وكيجيو بزاف من اللوضو. علاش كيجيو من اللوضو؟ لان الناس كيتوضاو ما كينشفوش رجليهم، راه ماشي الماء هو المشكل، المشكل ان الماء كيبقى وهذاك الشيء كيعيط على الفطريات. اذا منين وصيها بانها منين توضى ضروري ما تنشف رجليها وتنشف ما بين الصبيعات. فوطا ديما كتنشف سبعانها ولكن مع ذلك باقا وتنشف، ولكن خصها تداوي. راه كتنشف وكتداوي ولكن غير كتحيد الدواء غير واحد المره ولا صافي كتعاود ترجع لنفس المشكل. اذا بحال ما داواتش مزيان تقدر تحط رجلها في الارض. اذا بحال ما داواتش مزيان وداك الفطريات ربوا مناعه، ضروري ما تمشي عند الطبيب ديال الجلد باش يعطيها تريتمون اللي يكون مقاد، ماشي غدا غير حيت عطاها واحد النهار واحد الدواء هذاك الدواء هو اللي غتبقى تستعملو اليوم. اليوم ترجع عند الطبيب ديال الجلد يعطيها تريتمون مده زمنيه مزيانه اللي غادي تكفيها باش تحيد دوك الفطريات بصفه نهائيه، وفي نفس الوقت تحضي فوق ما توضى تنشف رجليها وتنشف ما بين الصبيعات. واخا دابا حيت ما تبعت ما خدات حتى شي دواء من حتى شي طبيب، يعني غير الوصفه اللي عطاها الدكتور عماد اللي كدير ما خدات حتى شي، يعني ضروري خصها انا تنظن خصها تمشي عند الطبيب ديال الجلد باش تاخذ دواء اللي غادي تتبع مزيان. شكرا دكتوره. شكرا على واجب. مرحبا بزاف. ما يكون بس عندها بالنسبة للزوج ديالها جاوبنا على المشكل اللي عنده. وفي هذه الحالات أكيد أنه الإنسان ما يغفلش. غادي ناخدو نورة معنا من مراكش. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا بزاف على هذا البرنامج. مرحبا بك في حديث ومغزل، هذا برنامج كل مرأة. بارك الله فيك لاله اختك، حنا كنسنطو لك دائما. شكرا دكتورة. الله يخليك ديرة بخير. الله يسلمك نورة. مرحبا. بارك الله فيك الدكتورة. الله يخليك، بغيت نسولك على حساب ولدي. جا سكر وعندو 5 سنين. دابا انا باش اكتشفته هو كيشرب الماء بزاف كيدير بيبي. مع توفات لي الوالدة هو كان متعلق بها بزاف. ديك الصدمة غالبا تكون هي اللي فيقات هاد الشيء. حيتاش انا ديك الساعة فاش وصلتني الخبر ديال الوالدة عندي ما كانش مريضة ما والو، يعني تعاملت بواحد الشكل ماشي طبيعي فهمتي، هو بقى كيشوف خلاه
يعني الدري من بعد واحد 15 يوم ولا كيبان ليا فيه تغيير انه ولا كيشرب الماء بزاف ولا كيسخف ولا كيجي من براسو كيقول ليا ماما صافي مين دي عند واحد الاخصائي ديال السكري قال لي بان الدري خت كتبقى تعبر لي بقيت كنعبر ليه في لاباري خدمت لاباري بقيت كنعبر ليه ملي رجعت لاباري كتعطيني الاش كتعطيني 5 غرام كتعطيني الاش فاش رديت عند الطبيب فاش رديت عند الطبيب كتب ليا ايرجونس انك تمشي دير للسبيطار نعس في السبيطار ديت السبيطار نعم غير نعسو في السبيطار انا نعست انا وياه تقريبا شي واحد سيمانه اييه بدماغ قدولي نعم دكتور ما خرجش قدو ليه التريتمون ديالو قدو ليه السكر طبيب الانسولين حيت قال لك هو ما يمكنش انا يعطيك شي حاجه من غير الانسولين كاينه غير الانسولين نوره ما كاينش شي حاجه اخرى بالنسبه للدراري الصغار اللي كيكون عندهم هذا المشكل غيري غيري يا دكتوره دابا الانسولين كنضربها ليه بزاف كنلقى عنده السكر طايح يعني واخا كاع كياكل بزاف وسميتو كيطيح ليه السكر بزاف واخا احنا انا نمشي معاك خطوه خطوه الانسولين راه انت اللي غادي تقديها على حساب داكشي اللي كتلقاي الا كنتي الا كنتي كتلقاي بان كيهبط ليه السكر خصك تعدلي داك الوحدات اللي كتعطيه قبل ما تبقايش تعطيه ربما كثيرين بالنسبه للماكله ديالو بالنسبه للحركه ديالو ربما هو تيجري حتى 5 سنين غيكون كيجري تيحرق دابا هو فيه الحركه بزاف كيتحرك بزاف وهذا الشيء ديري بحسابه منين تكوني كتقولي لي الانسولين اذا ضروري ما غتستشري مع الطبيب ولكن انا نظري بانه نقصي بعدا انت من دايتك راسك نقصي واحد شويه ديال الوحدات هذا الشيء اللي كتعطيه اليوم ديال الانسولين السريع انا كنهضر على السريع السريع هو اللي فيه المشكل السريع هو عطيني انني ندير لي 5 7 2 في السريعه وتندير 5 7 في البطيئه هذا عاوتاني الليل غتشاوري معاه لان تنظن بان هذا الشيء كثير عليه ما دامو كيدير كيهبط ليه مستوى السكر اييه حيت على حسب هو حركي بزاف ما كيجلسش نهائيا وكتعطيه شي حاجه اللي فيها سكر بطيء كنعطيه بزاف كنعطيه بحال الفواكه بحال التمر ودابا انت كتكلمي على السكر السريع نورا هذا الشيء اللي كتكلمي عليه السكر السريع بالعكس هذا الشيء غادي يطلع ليه السكر وغادي يهبطو دغيا دغيا بالعكس ما خصكش تعطيه التمر والفواكه ما تكثريش منهم هذا الشيء اللي غيقدر يتسبب ليه في النزول ديال السكر متفقين نورا ملي كنتكلم على السكر البطيء كنتكلم على الخبز ديال الزرع كنتكلم على البطاطا على الروز على العدس على القطاني بصفه عامه هذا الشيء هو اللي فيه سكر بطيء اللي غيستمد منه هو الطاقه بشويه بشويه خلال اليوم اما ملي كتعطيه الفواكه ولا كتعطيه التمر غادي يطلع ليه مستوى السكر دغيا وعاوتاني غادي ينزلوا غينزلوا ليه دغيا دغيا هادو خليهم منين كيوقعوا ليه داك الهبوط ديال مستوى السكر في الدم اللي كيدير لي زيبوغليسيمي عاد تقدر تعطيه التمر ولا الفاكهه راه خصك تعلمي يا نورا هادشي وتعلميهم ليه ولا بد سولي الطبيب واش ما كاينش شي حصص ديال التوعيه اللي تقدري تحضري ليهم انت ويحضر ليهم حتى الوليد لان خصو يتعايش مع المرض ديالو هذا مرض مزمن إلا فهم ليه مزيان وعرف يتعايش معاه راه ان شاء الله ما يكون عنده حتى شي مشكل ولكن خصكم بجوج بكم تفهموا طبيعه المرض ديالو باش تقللوا من 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 الاخطاء ومن المشاكل اللي يقدر يترتب عليهم مرض السكري نورا نقطع لها الخط هاد النصائح مهمه هذه في الحقيقه راه خصها تسريع لك نورا وعلى كل المستمعات لانه مرض السكري مرض اللي مزمن كيطول ولكن الانسان الا فهمه من الاول وضبط فيه بعض الامور وبعض المعلومات وبعض القواعد كيتعايش معاه بشكل مريح ياك دكتوره بشكل مريح وكيتفادى لي كومبليكاسيون يعني داك التعقيدات التعقيدات ديالو اللي كيقدروا اللي هما المشكل ماشي السكر طلع في الدم هو المشكل هو شنو كيترتب على هاد السكر ملي كيطلع في الدم الا قادينا المستوى ديال السكر ما كيكونش عندنا كاع هذوك لي كومبليكاسيون كلهم كنتفاداهم
يوفقك نورا، وكنتمنى لك كثير من الصبر ومن سعه الصدر مع الابن ديالك، وخاصه داء السكري ملي كيصيب الاطفال الصغار كتكون شويه صعيبه علينا. ونورا حنا الكبار باش نتقبلوها كتجينا شويه قاصحه. ونورا رسلطت الضوء على واحد النقطة مهمة جدا، أن الأطفال حساسين جدا، نسبة ديال رهاف الحس ديالهم هما قويين، ولكن زعما راه عندهم أيضا واحد النوع من 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 كيفاش غنسميوها، قلتي حساسيه، هي هذيك يعني من التلقي دابا هو هي عاودات كيفاش الوليد عاش معاها الصدمه اللي هي عاشتها. هي عاشت صدمه وعبرت عليها بطريقه ديالها، ونسات بانها كاين طفل في الجوار ديالها كيشوف وما فاهمش، ما مستوعبش، كيعرف بانه وقعت شي حاجه، شي دراما فاجعة كبيرة، ولكن هو ما مستوعبش انه يشوف امه اللي هي بالنسبه ليه الامان، بالنسبه ليه هي الاستقرار والامان وكل شيء مزيان، كيشوفها ضغط وبحال فقدات التوازن ديالها النفسي وفقدات داك القوه ديالها اللحظه. راه النهار كل شيء بالنسبه لي، داك القصر ديالو المال اللي عنده حصن مانيع راب في ديك اللحظه وتخلع ولقى راسو بانه مجرد من الحمايه ديال الام. ردوا بالكم لوليداتكم، ما نبينوش قدامهم هاد بحال هاد المشاكل. ما كنبغيش ان نورا تحس بتأنيب الضمير، لان الله يكون في حسن العوان، راه ميمتها مشات، وهي ديك الانسان راه بعد نوبات ما تيتحكمش في العواطف ديالو. ولكن الله يخليكم لوليدات الصغار، نحاولوا ما نعيشوهمش الصدمات اللي كنعيشوا حنايا، وداك التوترات اللي كنعيشوا حنايا، هما راه كيحسوا واخا كيبان لك كيلعبوا مادي غايه، عايش معاك كلشي وفاهم كل شيء. واللي كتقيس الأم من الدرجة الأولى تكون على يقين بأنك تقيس الطفل قبل ما تقيسها هي. ونذكروا بأنه الداء السكري من الأمراض اللي من المسببات ديالها كاين الجانب الوراثي، كاين الجانب ديال التغذية، ولكن إذا كاين الجانب النفسي. بالنسبة للأطفال ما كاينش الجانب الوراثي، بالنسبة للأطفال هاد الداء السكري اللي كيجيهم غالبا ما كيجي من صدمة، كتكون شي صدمه ولا خلعه، والله يجعلو يقدر يكون تفرج غير في شي فيلم وعاش معاه داك التوتر والتخلع ديال بصح، وجاه مرض سكري او وقعت صدمه في حياته بحال هادشي. غير الميمه ملي كتمشي راه بالنسبه ليه صدمه، راه اول ربما اول تصادم معاه ديالو مع الموت، ما فاهمش شنو هي، واحد غادي يغيب على عينيه ما غيبقاش يشوفه، واحد عزيز. راه الام كتكون حنينه بزاف دافع على الوليدات، وكتكون مكانتها بوحدها. غادي نواصلوا ناخذوا اسئله اخرى دائما رفقه الدكتوره سناء العناني المختصه في الحميه والتغذيه وطب التجميل من بعد الفاصل. سؤال اخير سناء معنا من الدار البيضاء، اهلا بك. السلام عليكم. سلام اختي سناء زعيم، صافا لاباس عليك؟ الله يسلمك. اهلا اختك، تحيه للدكتوره سناء العناني، تحيه معكم سناء من الدار البيضاء. مرحبا بك. ثلاثي سناءات، يا سناءات ظريفات، غير زيدي وختي نشكروا راسنا هاد الصباح. ربي يخليك. عندي سؤال لك اختي سناء العناني. مرحبا. انا السن ديالي 40 سنة، ياك، عندي جوج وليدات، الوزن ديالي 78 كيلو. شحال الفطور ديالي؟ الفطور ديالي مترو 63. مترو؟ 63. اها. هما الموضوع نقص الوزن ديالي، كنقول زعما لو بوا ايديال ديالي هو 65، باغا نوصلو. برافو عليك، هي عندك الحق. اها. والمشكل اللي عندي انايا سكو اغلبيه الناس كيقولوا لي زعما الوزن ديالك راه مزيان، المشكل اللي عندك هو الكف ديالك باينه بزاف. انا عندي مشكل في كلشي، يعني ان كنا ناكل كتلقى البطن ديالي كتنتفخ، ما عرفتش واش من الاكل، واش من الغازات، ولا حيت ولدت ولاده قيصريه دابا عام ونص هادي، بقات الكرش عندي، ما عرفتش شنو نحل، شنو ندير. هاد الناس اللي كيقول لك الوزن ديالك مزيان بالنسبه للطول، بالنسبه للطول تنظن بانه يمكن الوزن ديالك كيبان مزيان غير ديك الكريشه اللي غادي تبان ليهم خارجه، ولكن لا، طبيا خص توصلي لواحد ما بين 65 و 68 كيلو.
فوالا فهمتي يعني على الاقل عندك واحد 10 كيلو اللي زايده خصك تخلصي منها. بالنسبه لهذا المشكل انك غير كتاكلي برضه انا سجلت بلاصه ديال الطوب حدايا في الدار ويلا بديت هذه دابا ديال سمين باش نزيد، ولكن امال دابا بغا نعاود بالماكله ياك وبغيت شنو تنصحيني ندير؟ واش خصني نشوف طبيب اختصاصي جهاز الهضمي على قبل عرفتي في فاش كيكون عندي ضغط موج زعما كاين اللي كيقول لي عندك قولون عصبي كيقول لك غير انتفاخات والغازات كل واحد شنو كيقول لي فهمتي؟ دابا هو غيكون مشكل ديال المصران كاين مشكل ديال الغازات وديال الانتفاخ، ولكن علاش كتخرج الكرش؟ لان العضلات ديال البطن ما دايره لهمش التقويه. ملي كتكون العضلات ديال البطن قويه ما تيخليوش المصران يتوسع كيف ما بغاو واخا تيكونوا الغازات. اذا انت غادي تمشي عند الطبيب ديال المصران باش تعالجي بعدا هاد الغازات اللي كاينين عندك اليوم. ربما وخصك واخا غتمشي عند الطبيب ما غاديش يفيدك في هذه المساله، انت بصير على نفسك غديري تجارب وغتشوفي شنو في الاطعمه اللي كيأثر عليك اكثر من شيء اخر. غتحاولي دوك الاطعمه اللي كيسبوا لك في الغازات تبعدي عليهم، ومادام دابا انت في صاله ديال في قاعه ديال الرياضه حاولي تخدمي العضلات ديال البطن، تقومي بتقويه العضلات ديال البطن ولا بد تخدمي بهذه العمليه وان شاء الله ما يبقاش عندك هذا المشكل. ومادام حتى انا كناخذ الدواء ديال الحساسيه الدواء ديال الحساسيه ملي كيكون الدواء ديال الدوام ديال الكورتيكويد هذاك هو اللي كيقدر ينفخ كينفخ اكثر ما هو تيغلظ، وخاصه الا ما درتيش معاه الحميه ديال الملحه وديال السكر. يعني ملي كناخذوا لي كورتيكويد ضروري ما خصنا نقصوا من الملحه ومن السكر باش ما يبقاش لنا هذا المشكل ديال احتباس الماء. داكوغ. ومادام عندي سؤال، إذا مثلا ملي كتبقى مع اختصاصي في التغذية شنو الاختصاص اللي كتكون مع الطاق أنه كيعطيك لي غوبا اللي خصك تاكل في الفطور شنو تاكل في الغدا شنو كتاكل في العشاء كذا؟ وتنظن بأن كل طبيب وكيفاش كيكونوا تحاليل اللي خصهم يديروهم؟ انا بعدا ما نقدرش نبدا مع شي حد الا ما درتش تحاليل، واخا كيبان لي بان كل شيء مقاد، ولكن بعد نوبات كنتفاجئوا بان كنلقاو شي حاجه اللي نقدروا نقادوها قبل ما نبداو، واللي الانسان ما غاديش يبدا وهو مغمض عينيه، يعرف راسو باش بادي، واش كاين مشكل ديال لاسيدوريك، واش كاين مشكل ديال فقر الدم، هادشي كله خصو يتعالج، واش كاين مشكل ديال لا فيتامين دي، هادشي كله خصو يتعالج. يتعالج بالادويه ويتعالج بالاغذيه، ديك ساعات غنردوا البال للاطعمه اللي مناسبه لكل حاله. شكرا لك دكتوره سناء العناني. ما يكون بس عندك سناء كلمه اخيره طبعا كلمه شكر اللي بغى يتواصل معك. مرحبا، رقم الهاتف 0522-36-54-56. وبالنسبة للأسئلة ديالكم مرحبا بكم على الصفحة ديالي في الانستغرام dr-8 سناء العناني SANAALENANE. مرحبا.